أهلا وسهلا بكم. لا شك أن الكثير منكم خطر في ذهنه هذا التساؤل، هل فعلا يوجد كائنات تعيش في الفضاء؟ وإذا كانت موجودة، هل هي مخلوقات عاقلة وتعبد الله؟ يعني نريد جواب كافي بقوة الحجة. الجواب هو نعم، موجود في الفضاء مخلوقات عاقلة وتعبد الله. كيف وما الدليل على هذا؟ الدليل من كتاب الله، من القرآن. الإسلام دين كوني لا يقتصر على أهل الأرض فقط، بدليل قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا يعني أن هناك مخلوقات عاقلة في مجرة من مجرات هذا الكون، وأنها سمعت بالله الواحد وأسلمت له طوعا من باب الألوهية وكرها من باب الربوبية، وأن الدين عندها هو الإسلام بمفهوم وجود الله ووحدانيته، وهو أمر في غاية المنطقية، لأن الله سبحانه وتعالى ربنا ورب السماوات والأرض ورب كل شيء في هذه السماوات والأرض وما بينهما. وهناك ما يؤكد أكثر على وجود هذه المخلوقات، وذلك في قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. صدق الله العظيم. قال هنا ما بث فيهما من دابة، يعني شيء يدب، يعني يمشي على قدميه، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا قال إذا ولم يقل إن، فعندما يقول سبحانه وتعالى إذا، يعني ظرف لما يستقبل من الزمن حتمي الوقوع، أي حتمي التحقق، ويعني أن الله سيجمعنا بهم في الأرض يوما ما. كان هذا توقع رائد التنوير محمد شحرور رحمه الله. شاركونا أنتم كذلك أحبتي بآرائكم حول هذا الموضوع. إلى أن ألتقي بكم في الفيديو اللاحق، تحياتي للجميع ودمتم سالمين.